عشت مرحلة كتير صعبة. عملتي عملية تجميل؟ أنت اليوم بك مبكيني كتير. كانت الإبرة ملوثة؟ هيدا الإبرة هي اللي لقطتني جرثومة. لما بدي أطلع على المسرح خليلي بس تتمرق هالساعة بخير وسلام. إيه ما شهرتي فيه؟ روحي اعملي شيء لأنه يوم بتنامي ما بتقومي لها. هربت من البي سي فترة طويلة أنا. ليه برأيك هربك توني أهواجي؟ أثر على مسيرتي. أبو وديع قالوا عندي كتير. تعيشي مساكنة؟ بعدني بحبك إيه أكيد. سحر الغرام غرامك، سحر الغرام